ازعجتهم باتهامك الاخير لهم بانهم وراء عمليات الخطف. عندك دليل؟ هم من هم؟ انت قل لي اياه واقول لك اي او لا. انت قلت الحشد. انا ما قلت. قلت عناصر داخل، قلت عناصر داخل الحشد الشعبي. انا قلت اذا كانت داخل الحشد. الحشد يجب ان يكون ناصعا نظيفا، فاذا كان المختطفون من داخلهم يجب ان يعاقبوا ويخرجوا من جسم الحشد، اذا كانوا من الخارج هذا امر اخر. زين. سيدنا انت بس هي المشكله اذا كانوا من الحشد كل الاطراف تخاف تجيبهم. لا مو انت هسه دائما احد الاشخاص ذاك اليوم يقول عليك السيد مقتدى الصدر ما يتبع الاساليب المعهوده عندنا بالسياسه بالاخذ العقل راسا ينطيها. انت هسه تقول مجرد حكوا على قائدهم اجوا وخطفوهم. هاي هوايه مو فقط واحد مو لا هسه الاخيرا مبينه واحد. لا مو فقط الاخيره والقبلها والقبلها هوايه لها شواهد. هوايه لها شواهد ويدعمون الفساد الذي فيهم. جيد هسه اذا مثلا مثلا اللي قلتها ما راح نحتاجها. مثلا وزير الدفاع مو منهم فسحبوا الثقه عنها. وزيره الصحه منهم روح شوف المستشفيات تبكي قسما بالله العلي العظيم تبكي. وانت شفت الى اخر حادثه اول البارحه باقوا كلاب المستشفى. هاي مستشفيات تروح تودي الوزيره تودي لها هديه بانها صالحه وليست فاسده، اقلها اذا مو فاسده فهي مقصره قاصره. ابعد انت تخدم شعبك لو تخدم وزيرتك. ما رضيت على صورة ذهاب قيارات الحشد للوزير بعد الاستشهاد؟ حرام وممنوع وباطل، بس لانه مقتدى قال سحب الثقه يروحون يودي لهم هديه، مو حبا بيها كرها افلام.